لو احنا خدنا بالنا هنلاقي ان كل حاجة جوه الديفولت لاير. وخلي بالك من اللاير اكسبلورر، لو العلامة دي منورة تمام، اعرف ان كل حاجة هتنزل في العلامة المنورة اللي هي المفروض هتتقلب. اقفل كده وافتح تاني. المفروض هي بتتقلب بالشكل ده، معرفش هي معرفش ماكس ماله. طب تقريبا هو عايز يتقفل ويفتح تاني عشان برنامج التسجيل عامل مشكلة معاه. لكن عموما انا عايز اسلكت كل دول تمام، اقوم قايل له اوكي، هلاقيهم كلهم في الديفولت لاير. انا عايز اعمل بقى لايرز لكل حاجه من دول. هو في مشكله هنا عندنا، المفروض اقفل ماكس وافتحه تاني، بس ما علينا. لكن ازاي نعمل لايرز؟ الاول انا عايز البيفمنتس دي اللي هي الاوبجكتات دي، هاجي هنا و هاخد ايوه اللي هي اوبجكت دول، اقوم قايل اوكي، هيسلكت كل دول. لو خدنا بالنا من ده هيعمل لي لاير جديده من السلكشن ده، وهيضيف جواها السلكشن. فانا هسمي دول اللي هي روكس. لا كده لازم افتح ماكس واقفله، هو قفلته وفتحته برضو مفيش فايدة. عموما هنظبطها ان شاء الله. هقول له F4 عشان اجيب السيجمنتس ونبدأ نشتغل الشغل بتاعنا. اولا انا عايز اجيب العربيات بتاعتي، او مؤقتا هحل موضوع اللايرز ده ان انا اعمل سيلكشن سيتس. مش حل، لكن هو حاجة مؤقتة لغاية ما اشوف المشكلة عندي فين. فهروح هنا اولا، دي هتبقى ليفت افتكر، دي كمان هتبقى ليفت تمام. عموما مفيش مشكله خالص. هنيجي في ده وده، والاتنين دول هنسميهم pavements floor، وهنيجي بعد كده على gravel. فانا هروح هنا وهروح في select search، هقول له ماتش اني وهسمي جرافل، وهقول له جرافل تمام. هاخد كل الجرافلز وهعمل سيلكشن سيت تاني واسميها جرافلز. بعد كده عندي object، هروح هنا ونكتب object control A select كله اوبس object، هاخد هنا واخد هنا، ودي هسميها pavement روكس، المفروض بريكس بس ما علينا. بعد كده الاخ اللي في النص انا لسه ما عملتلوش فراجمنت، وكويس ان لسه ما عملتلوش فراجمنت. هروح هنا وهقوم قايل له احط كلمه في النص وليكن اسميها جراوند، واقوم قايل له اكسبلود اوبجكتس، ودي هنسميها جراوند فراجز. نفس الموضوع، حط الكالر خلاص كده، دي الجراوند فراجز. نقدر بقى ان احنا نسلكت كله او مش كله. هاخد ده وهقول له هايت سيلكشن، وهاخد الجرافلز وبرضه هقول له هايت سيلكشن، وهاخد دول ودول الليفت فراجز. احنا كده احنا ظبطناهم.
تفتكر دي لو عملنا لها هايد احنا ظبطنا؟ هقول له ان هايد اول. كده كل حاجه عندنا في حتتها، اما دول لوحدهم كده، دول هسميهم جرافلز جروب وكنترول اس. يعني حاول ننظم على قد ما قدرنا عشان نعرف نشتغل. نيجي بعد كده نشوف احنا هنحط العربية بتاعتنا ازاي، وهتمشي من اول فين لفين. هي في الغالب دي السين بتاعتي، هيبقى ده المدى بتاعها او الطول بتاعها، يبقى بالشكل ده كده تمام. هروح لماكس وهقول له امبورت. افتكر ان العربية عندي هي ملف ماكس، لان هي كانت في مكتبة من مكتبات ايفر موشن، فهروح هنا واقوم قايل له هجرب امبورت الاول، يا رب اكون عمل لها هروح هنا لستادي، وهروح ل مش ستادي لا ستادي، وهروح لمودلز مودلز، هروح ل افتكر كانت 2 وكانت رقم 9. للاسف مش عامل لها. طيب بدل ما نفتح فايل تاني هقول له امبورت، وبدل امبورت هقول له ميرج. في الحاله دي انا هقدر اخد من الفايل ده اللي انا عايزه، هاخد دي واخد دي، وهاخد اللو بولي، مش هاخد الهاي بولي، هاخد اللو بولي، واقوم قايل له اوبن. هنا كل دي الحاجات اللي موجوده عندي في السين هسلكتها كلها تمام، واقوم جاي عامل اوكي. استنى شويه على ما يعمل لها ميرجنج، وهنا عمل لها ميرج. الفكرة بقى ان هعمل سكيل لكل ده، و احطها في السين بتاعي. وافتكر يعني ان هي بعد كده هنروتيت، هعمل سناب، هي معمول سناب، هروتيت 90 عشان انا ممكن اخلي الكاميرا تمشي معاها بالشكل ده. مبدئيا احنا عايزين الاول نظبط العربية دي قبل ما نبدأ نشتغل، لان احنا لازم نشوف احنا هنشتغل ازاي، ونشوف ايه اللي هنجمعه مع بعض وايه اللي هنسيبه. العربيه زي ما هي كده، هعمل لها سيلكشن سيت وهسميها هيرو كار، لان هيبقى في عربيه تانية. وكل اللي هعمله هقوم جاي عامل ايزوليت علشان اشتغل مع العربية لوحدها من غير اي حاجة تانية، وبعدين ابقى ارجع الايزوليشن مرة تانية. انا كل محتاجه ان انا مبدئيا هعمل كنترول A وهديها color. لو خدنا بالنا الكلر ما ظهرش ليه؟ لان في ديسبلاي هو هنا مختار في الشيدد الماتيريال color، وهو مدي العربية ماتيريال اصلا، فانا هقول له لا انا عايز الاوبجكت color تمام، بحيث تظهر عندي بالشكل ده كده. دلوقتي انا عايز اجمع العجل مع بعضه و البادي كله مع بعضه، فانا هروح الاول للعجله، هاخد دي وكنترول طبعا، وهسلكت العجله. انا عايز اسلكت الاجزاء اللي هتلف، يعني ما اجيش في الكابح ده بتاع الفرامل واقوم اعمل له سلكت، لا تمام، اللي هو ده اقصد. هما تقريبا كلهم واخدهم مع بعض، لا مش واخدهم مع بعض تمام. فهسلكت ده، وبعدين ده،
بعدين ده وبعدين الاخ، وبسرعه كده نشوف الدنيا فيها ايه. لا كده الدنيا تمام. اولا اتاكد ان انا بافكت البيفوت وسنتر عشان اسنتر كل ده، يبقى كل اوبجكت النقطه بتاعته او المركز بتاعه في النص. وعايز اشوف حاجه، لو جربت اروح احط ريسيت اكس فورم كل ده هيبوظ. للاسف الامر ده مفهوش اندو. هناخد عجلة من اللي ورا دول. ست. وهطلع على التوب وشيفت وهاخد دي قدام. تمام. برسبكتيف. وافتكر كده يا دار ما دخلك شر. جميل. العجلة دي هنلمها في جروب. هروح لجروب او مش هلمها في جروب، انا عايز اعملها كلها اوبجكت واحد. مهم قوي في عملية الداينامكس على فكرة ان هي كلها تبقى اوبجكت واحد. فهروح فين بقى؟ مين اللي يعمل لي دي؟ بدل ما اعملها يدوي من ماكس لانها هتبقى رخمة شوية، بس اتأكد الاول ان كل حاجة تمام. كل حاجة تمام. هروح هنا واروح لري فاير، ومن ري فاير افتح الفلوتر، ومن تولز هقول له اتاتش سيلكت. بس بقت جسم واحد. هرجع ل هيراركي افكت بيفوت سنتر عشان اضمن ان كلها في السنتر. نفس الحركه دي انا هعملها مع كل. وفي حاجه، لو احنا رحنا هنا للماتيريال ورحنا الماتيريال كلر هلاقي الدنيا زي ما هي، هو بيظبط الماتيريال لوحده. هاجي هنا برضو. الاول قبل اي حاجة دي هقوم رايح هنا، ودي هسميها R right front. على فكرة هي المفروض left front. left front underscore wheel. دي العجلة اللي قدام. اجي هنا بقى واخد اللي بعدها، اخد ده وده 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 وده، ونفس الموضوع افكت سنتر ريفاير تولز اتاتش سيلكتد افكت بيفوت سنتر تو اوبجكت. تمام. وكده عشان اتاكد برضو كمان انا هشيل السناب واروح للروتيت، هلاقي الروتيشن بيلف. تمام. دي هنسميها ليفت رير. هاجي هنا هاخد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. هروح لهيراركي افكت بيفوت سنتر تو اوبجكتس. بعد كده زي ما احنا تولز اتاتش سيلكتد، هرجع تاني افكت بيفوت سنتر. نفس الموضوع هيبقى هنا. هاخد افتكر الخطوه متكرره، مفيش داعي بقى انك تعمل حاجه. كده احنا عندنا ما سميناش دي الرايت فرونت
ويل تقدر هنا تقول في الفرونت ودي الرايت فرونت ودي الليفت رير ويل. كده احنا ظبطنا العجل، فاضل اننا نظبط العربية. بما اني مش هعمل اي داينامكس معقدة على العربية، هقفل بس ريفاير، فهجمع العربية كلها برضو كأوبجكت واحد وعمل له اتاتشمنت. انا ممكن برضو ان انا اعملهم كجروب، تمام، لكن انا هجمعهم كأوبجكت واحد. انا هعمل كنترول اي الت كليك على العجل، مش هحتاجه، تمام. وبرضو كالعادة هروح على ريفاير، ريفاير فلوتر، واروح على تولز واقوم قايل له اتاتش سيلكتد. كده كلهم برضو بقى اوبجكت واحد. هنا العربية فيها حاجة، اولا نقطة التقل بتاعها او الثقل بتاعها ما هيش في النص، بتبقى تحت هنا. فلو رحت للليفت ورحت لأفكت بيفوت، المرة دي انا هحرك ده بايدي وهروح لفرونت فيو، وهتبقى الانكور بوينت بتاع العربية افتكر هتبقى من هنا، تمام. ودي مهمة جدا قبل ما نبدأ الموضوع بتاع الداينامكس. نرجع للبرسبكتيف، وكده احنا جهزنا الدنيا كلها وبقت تمام وما عنديش فيها اي مشكلة. طب احنا ازاي هنحرك او هنخلي العربية دي تمشي بالداينامكس؟ احنا ممكن نمشيها بكذا طريقة، ممكن ببلجن، ممكن بالدايناميك انجن بتاع الماكس، وده اللي انا هتكلم فيه اللي هو الماس اف اكس، وممكن عن طريق الاكسبريشنز. بس انا مش عايز اخش في الاكسبريشنز دلوقتي، بس هندخل فيها كحاجه كده على الهامش لانها تنفعنا في شويه شغل حلو. طب ازاي انا هشتغل بالماس اف اكس؟ الاول هنبني حاجه بنسميها البروكسي. يعني ايه البروكسي؟ يعني انا لما هعمل سيميوليشن واعمل داينامكس والكلام ده كله، مش هعمله على الجسم ده، انا هخلي العربيه او جسم العربيه نفسه يتحرك تبعا لبروكسي او تبعا لاوبجكتات بسيطه عباره عن سلندرات وكيوبات، تمام، او سلندرز وبوكسز، اعمل عليهم اللي انا عايزه، وبعد كده اقوم عامل لينك للاوبجكتس دي بالاوبجكتس الثانيه، طبعا بعد ما اعمل لها الداينامكس. طب هنعمل ده ازاي؟ اولا احنا عايزين نعمل اربع عجلات. عارفين العربيه اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين، اربع عجلات، تمام، وحته بوكس هيمثل جسم العربيه، تمام، بس. وهنعمل الاكسس بتاع العربيه، الاكس اللي واصل من هنا لهنا، والاكس اللي واصل من هنا لهنا، والاكس اللي واصل من هنا لهنا، تمام. طب جميل، نعمل ده ازاي؟ بسيطه، تعالوا الاول نروح لستاندرد بريميتيفز واخد حته سلندر. هرسم السلندر كده و هكبره شويه. اولا انا مش عايز هايت سيجمنتس، وعايز ازود دول شويه عشان يبقوا سموز ويبقى الدايناميك في سموز. مبدئيا انا عايز اسلكت السلندر ده واروح ل الاين واعمل الاينمنت على العجله، واقول له ان انا عايز الاينمنت بيفوت تو بيفوت، مش عايز سنتر، عايز البيفوت ده مع البيفوت ده. على فكرة هي ممكن تنطق بيفوت، تنطق بيفوت، فبيفوت انضف احلى. هقول له align كمان للorientation، مش عايز سكيل. ممكن اقول والله ماتش سكيل، بس انا مش عايز سكيل. بس انا عايز اقول لكم على حاجة، تاخدت بالك من ماتش سكيل عمل ايه؟ ده هو عمل سكيل للاوبجكت بتاع الفرامل. اذا معنى كده ان انا عندي هنا سكيل مش حقيقي، والسكيل اللي مش حقيقي ده هيعمل لي مشكله جامده جدا، تمام. فانا عايز اعمل كده وهوريكم بقى هنعالجها ازاي. تعالوا بس نشيل دول ونضغط اوكي الاول، ونروح ل سناب ونعمل روتيشن على اكس 90 درجه عشان احل المشكله اللي احنا قلنا عليها دي. هروح الاول لده واتاكد تاني ان البيفت
في السنتر. ومش عارف، حاسس ان السلندر طيب خلينا نعمله في السنتر. وعشان نظبط حتة السكيل دي هروح على العجلة واروح على التولز وريست اكس فورم. ريست اكس فورم بيظبط الاكسس، بيخلي الاكسس اكس اكس واي واي زد زد، كاننا بادئين السين بتاعتنا كده اكس واي زد، وهو ده اللي هنعمله تقريبا طول ما احنا بنعمل في شغل الداينامكس بتاعنا. لو انا رحت هنا للسلندر وجيت اعمل تاني كده وقلت له ماتش سكيل، مش هي ماتش سكيل. تعرفين ليه؟ اللي حصل ده خلى العجله دي كده هو السكيل بتاعها 100%، البوزيشن ولا كاننا حركناه، فطبيعي ولا كان معمول سكيل، فهنضطر نماتشه بايدينا. فانا هعمل ده كده، انا عايز اخلي دي اكبر من العجله سنه بسيطه، مش قوي يعني، مش عايز اخليها كده لا، عشان ميبقاش في فاصل. لان خلي بالك لما نيجي نحرك السلندر ده اللي هيخبط في الارض مش العجله، فانا عايز السلندر يدوب يبقى بره العجله سنه، عشان ميبقاش ما تحسش ان في فرق جامد بين العجله وبين الارض. مش عارف تمام، خليها عشان تبقى سموز، ما تبقاش العربيه ماشيه بتنط. تمام، ونماتش السكيل على واي. احلى حاجه لو رحت ليه فرونت فيو، اسف ليفت فيو، وعملنا ماتشنج كده. شفتوا الاكسس فين؟ كنترول زد. هروح هنا افكت سنتر تو اوبجكت، تمام، وكده اقدر ان انا اروح برسبكتيف. هي بس محتاجة نعمل لها الاينمنت تاني عشان تبقى في السنتر، بس مش اكتر، مش اكتر من كده. تمام، هنعمل سكيل تاني بسيط كده، لان هي لما احنا ظبطنا عدد السيجمنتس بس مش اكتر من كده. دي كده بقت تمام. فده دي هنسميها اللي هي ال رايت فرونت بروكسي ويل. اسم طويل شويه بس معلش، هناخده كوبي ونكمل. ده كده زي الفل. ناخد بعد كده قبل اي حاجه، قبل اي حاجه، انا عندي ده اكس واي زد وعندي ده اكس واي زد. خلي بالنا المحاور تبقى واحده، نحاول المحاور تبقى واحده. لو المحاور ما بقتش واحده، كل اللي هنعمله هنروح هنا ريسيت سيلكتد ريسيت اكس فورم، ونيجي هنا ورايت كليك كولابس اول ورايت كليك اديتابل بولي عشان يبقى اديتابل بولي. ده بقى بالظبط اللي هنعمله في العجله الثانيه. هنيجي للعجله الثانيه ونتاكد اكس اكس، وهروح هنا ريسيت سيلكتد برضو، تمام، ورايت كليك كانت راحة في داهية كولابس اول بيفوت او بيفوت، ونظبط البيفوت وكده الدنيا تمام. ناخد لها ده شيفت وندراج كوبي الاينمنت بيفوت تو بيفوت، لا سنتر تو سنتر، نعمل اوكي كده تمام جدا. ممكن نسكيلهم اكبر من العجله سنه، طبعا الكلام ده لو في حاجه هتخبط في جناب العربيه هنا، وانا عايز لما لو مثلا فرضا صخره جت خبطت كده فهي مش هتقابل العجله، هي هتقابل دي، فانت ممكن لو عايز تكبر دي شويه ممكن تكبر دي شويه بحيث هي تقابلها. فاحنا لو عملنا كده وخدنا سكيل ممكن نكبر دي سناية بسيطة بس كده. بس نيجي بعد كده للي بعد. الأول نسمي على دي، دي هتبقى رايت بدل فرونت، هتبقى رير
و ما عنديش 001. نيجي بعد كده لهنا نفس القصه افكت سنتر تو اوبجكت، بعد كده تولز ريسيت سيلكتد، شكلها كده ما فيهاش اندو. انا فعلا مش عارف هو ليه ماكس في الحته دي كده في حته ريسيت. ريسيت اكس فورمي، فعلا مش عارف هو ليه كده بجد. ناخد ده شيفت ونسحب كي، دي هتبقى ليفت رير بروكسي ويل، وكالعادة هنتأكد من الالاينمنت الدنيا كلها مظبوطة. وبالنسبة لده هنروح نقول له reset selected وبرضه كل صورة هنكوبي ده كمان، ده هيبقى front. اسف، دي هتبقى left front بروكسي، وهن الاينمنت على اللي قدام، وبرضو كل الصورة كده احنا الدنيا بتاعتنا كلها تمام. فاضل احنا عايزين نعمل زي بوكس كده، يبقى نعمل ريبريزنتيشن لجسم العربية. عادي هضغط على التوب واروح هنا واخد بوكس، هضغط F3 بس عشان اجيب الواير فريم، والبوكس هرسمه من هنا كده. اهم حاجة بس يبقى في فاصل بينه وبين العجل. تمام بالشكل. هنالاينه. انا هاجي هنا الاول واتاكد ان دي في السنتر، مش في السنتر قوي زي ما اتفقنا. هعمل كنترول زد، انا بس كنت عايز اتاكد، واروح للكيوب اللي انا عامله وهقول له الاين، واعمل الاين لدي بيفت تو بيفت. المره دي هقول بيفت لان انا عايزه، او ممكن اخليه سنتر عادي جدا وبعدين ابقى انقل انا البيفت بتاع ده، او ممكن اخليه بيفت وابقى انقل البوزيشن، هي مش هتفرق في حاجه. تمام كده الدنيا تمام. ممكن ارفع ده فوق سنه كده. طبعا بما اننا مش هنعمل داينامكس معقده قوي على العربيه، خلاص يعني العربيه مثلا مش هتتقلب، مش هتتكسر، القصص دي تمام. ف انا ممكن ارفع دي سنه، ممكن ازود اللينكس ده شويه بحيث ابقى لامم على قد ما اقدر اجزاء العربيه. يعني